ضد لاينتراكت فرانكفورت مشكلة ايكاردي لتتواصل ولكن ديربي بارتينو بين نابولي اللي باش يلعب ضد ارسنال خطيرة والهدف الاول للانتر 1-0 للانتر 1-0 للانتر هدف مباغت في اقل من 3 دقائق من اسرع الاهداف في تاريخ الديربي ديربي الغضب بديربي مادونينا ينطلق بغضبة سباليتي بغضب الانتريستا النيرازوري الجريح الاوروبي ينتفض في مباراة المادونينا 1-0 للجراندي عشاق الانتر في المقابل لما جابوا دياغو ميليتو ايضا من جينوفا سريعه كره كبيره يقدم فيها الانتر بدايه ممتازه من الانتريستا الميلان ممكن تحت المفاجاه 33 هدف نظير 215 تقريبا ايضا تفوق اهداف لفريق الانتر سكوديتو العشره الشامبيونز ليج والسبعه المونديال خطيره والحارس ممتازه للتعادل فرصه لادراك التعادل مباراه بيريزيتش بيريزيتش فرصه الثاني بيريزيتش يدخل في الشوط بيريزيتش والدفاع ترجع الكره مره ثانيه غالياردينى ماشي كره للعب دامبروزيو توزع كره خطيره مازال فيسينو 19 يانتك تمشي كره بالراس في الدفاع مازال الضغط يخرج عندنا فيما سبق يعتبر من رجال الديربي في غياب ايكاردي الهداف هداف الديربي تاع كبارات والكره الهدف الثاني خطيره والهدف الثاني مره اولى مره ثانيه والحارس يتالق دون روما والدفاع الضغط واضحين تمشي كره لفريق الميلان محاوله التوزيع كره على القائم بالراس وفرصه التعادل تهدر من الميلان كره للتعادل ضاعت من الفريق الميلاني كرة كانت عن طريق اللاعب لوكاس الضغط واضح جدا والتفوق اوضح الانتر ممكن يحسم الديربي بالهدف الثاني الان بارزيتش بارزيتش يلعب مباراة الموسم الانتر 20 دقيقة متميزة جسر يعطي باس هي المطلوبة ترجع 1-2 ممتازة الانتر انتظار التسديد والحارس الحارس دوناروما كرة أخرى يلعب الكرة شالانوغلو والكرة خطيرة يشوط شالا والحارس يتصدى بامتياز سمير هاندانوفيتش مباراة ممتازة وديربي مثير وبعد 20 دقيقة بالتاريخ وموروثي ورثي التاريخي لا يجي على مستوى الترتيب مهم ومهم جدا كرة في الرواق يعاني كالابريا عرضية والهدف الثاني يهدر بطريقة غريبة الهدف الثاني يضيع بشكل غريب جدا القاضية من فيسينو فيسينو القادم من الخلف رودريغيز البرازيلي وباكيتا يغسل كرة باكيتا يغسل كرة في خطأ للإنتر كرة فيسينو فيسينو يقلب الكرة طويلة على اليسار والدفاع حذاري هات الكرة فيسينو فيسينو يقلب الكرة طويلة على اليسار والدفاع حذاري تمشي كرة 1-2 خطيرة فيسينو خطيرة والدفاع فما شيء تاكل صحيح ترجع الكرة مرة أخرى ميلانيستا كرة ملعوبة طويلة لمن الأفضلية فما خطأ الحكم يقول للإنتر الحكم يقول للإنتر وجمهور سانسيرو الميلانيستا كان يمني النفس كامل برشلونيه لكن ترجع كالابريا مازال الضغط مازالت الخطوره وينو بيونتيك بالراس فما ميلاني الضغط بتاع الانتر يتواصل هدف في البدايات وهدف في الخواتيم على خطا يستفيد منه الان فريق النيرازوري صافره الحكم ماركو غويدا اذا كره ستلعب لفريق الميلان في دفاع تمشي الكره مره اخرى بروزوفيتش على القائم الثاني بالراس ركنيه رائع الكرة للميلان والكرة اجوال والكرة تمشي باكيتا يلعب بيونتيك لجو هذا الابداع ممكن يجيب الثاني يستاهل الثاني يستحق الثاني ولكن يفشل في الثاني كرة اخرى كانت من اللاعب فيسينو القادم من الخلف متوسط التعادل الان كرة على القائم الثاني فرصة التعادل وتطلع مرة اخرى ركنية جديدة يرجع 1-2 تمشي مع السويسري والبرازيلي رودريغيز بالصلابة يربح خطأ مهم خطأ في اخر ثواني الشوط الاول الان الميلان من كرة ثابتة يبتغي التعادل يمشي شالانوغلو خطيرة والكرة على القائم الثاني وتحولت ركنية خطيرة الكرة الثابتة الميلان من اخر كرة بطريق الاجمل الميلان خلاص الدفاع يصمد في المقابل واحد ضد واحد مان تو مان يا ربي والثاني والدفاع يتصدى ركنية تمشي الكرة على القائم الثاني الراسية دوناروما بالبوكس والكرة يقرب الهدف الثاني يتشم الهدف الثاني قاعد يسخن الراسية تاتي والثانياتي الثانياتي ايفان الهدف الثاني لفريق الانتر ميلانو هدف مستحق هدف مستحق
الهدف الثاني عن طريق الهولندي الطاير، الهولندي الطاير، طاير ستيفان ديفري، طاير ستيفان الهولندي وسجل ثاني هدف. قلت لك هدف يتشم، هدف يتحس، هدف يقرب، هدف يسخن، هدف شفته. ولماذا لا يستجيب اللاعبين في دخول الفترة الثانية؟ أحسن من زيد هدف فاخر. امشي الانترمات السهل الآن بالثاني وتنمضى لنيراتزوري، ولكن الميلان ليس بعد. امشي بالكرة سوزو بيونتيك، ممكن أقول تتعمل الشباك على فريق الانتر. يستعد للدخول، الكرة تمشي بالرأس والهدف الأول، الهدف الأول باكايوكو يشعل فتيل الديربي الفرنسي، يضرب كرة ويرجع جمهور الميلان 2-1، 2-1 من أول خطة، من أول هفوة، من كرة ثابتة بنفس طريقة هدف الهولندي يسجل الفرنسي 2-1 في ديربي يصبح مجنون. سيكون الصحيح الآن في 2-1 مش يخاف الانتر. الآن الميلان يحاول يستثمر البادي، دقائق تفوق الميلان، قد يرجع الميلان ويفسخ ادفانتج لنيراتزوري. ارجنتيني يمشي، يمشي ويحط الثالث بكل قوة، يضرب بكل قوة، يضرب وكرة تدخل في الشبكة ثالث مرة. 3-1 للانتر، كرة فيها برشا شك والحكم يقول العب، تصورتها خطا فاول ولكن الحكم يقرها بينالتي، والكالتشو دي ريغوري تجيب الثالث، الثالث للهيربي. يرجع سوزو، يمشي سوزو والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني. قلت لك مازال الديربي، ما نعرفش علاش الاحساس في اثنين بلاش، قلت لكم الانتر ما نعرفش، متناقض مع نفسي، ماذا في 3-1 و20 دقيقه ما زالت. يا رب الهربه ممتازه، فرصه الرابع، كره الرابع، اوه يخرج الحارس، يخرج الحارس، الهجمه المرتده خطيره وفرصه والهدف الثالث يضيع على الميلان، الهدف الثالث يضيع على الميلان. اي مباراه